يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت المسجد فإذا الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة. دخلت المسجد فإذا الإمام قد رفع من الركوع في الركعة الأخيرة، فانتظرنا تسليمه وصلينا جماعة أخرى، فهل فعلنا هذا صحيح؟ نعم لا بأس بذلك، لأن فاتتكم الجماعة، فاتتكم الجماعة. لكن لو دخلتم معهم وإذا سلم الإمام تقومون ويؤمكم أحدكم، يكون هذا أحسن، تجمعون بين الفضيلتين. نعم.